ومن لبنان وخاصة مع الموزع الموسيقي عمر صباغ اللي بيعيش اليومين دول حالة نشاط فني غير مسبوقة. عمر عنده أكتر من مشروع فني داخل الوطن العربي مع أسامي كتير زي أدهم نابلسي، صبر رباعي، وملحم زين وغيرهم كتير، لكنه كمان حب يوسع نشاطه ويخرج بره الوطن العربي لحد ما وصل لتركيا. ما بدي منك شيء قلبي والله بطل فيه يرجع يعلق ويحبك. الموزع الموسيقي عمر الصباغ بيشارك أدهم نابلسي بصناعة ألبومه الجديد. هيدا أول ألبوم لألي بيكون كله توزيع 10 أغاني، يعني عم بحاول قد ما في انه نهرب من التكرار. بتعرف انه 10 أغاني اكيد ما يكون في تكرار بين كل غنية وغنية. عمر الصباغ بعيش حالة من النشاط الفني. اخر فترة طبعا كان عند قلبي على اليمين لنادر القتات، كان عند نص البوم من الحمزان، وهلأ قريبا كمان في نص البوم سعد رمضان، غنيتان بألبوم جوزيف عطية الجاي، وأكيد ألبوم أدهم. الجنة هي الجنة، الحب ما نتمنى واللي نقلب عليه. وعنده تعاون مع صبر الرباعي قريبا بيبصر النور. صور بتركيا وقريبا كتير رح ينزل، خلص الكليب وحتى صابر أعلن عنه عنده على الفيسبوك على البيج على السوشيال ميديا. أنا بحن أقابلك تاني، بحنا شوفك بين أحضان. وكتار منكم ما بيعرفوا أنه عمر تجوز مؤخرا. أنا بحب الاستقرار، فبحب يكون أكيد مثل أي شاب، يعني بالنهاية بده يكون عنده عائلة، ما في يضلوا هيك يعني. أما مفاجأة عمر الصباغ فهي اتجاهه إلى العالمية بأغنية تركية جديدة. حكون مدير أعمال الفنانة التركية جولشن، وعندها هي غنية اسمها بانجر بانجر نازلة بال 2015، كثير ضاربة، هي نمبر 1 بتركيا، على فوق ال 260 مليون فيو. بدهم يعملوا لها فيرجن من توقيعها.